سيدة لبنى جريبي. شكرا سيد رئيس، مرحبا بسيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة. سأتكلم اليوم على الأمن، بما أنه خطاب سيد رئيس الحكومة البارح كان متوجه أساسا على ضرورة الأمن، أسباب الأمن في البلاد، وكان ممكن لهنا وأقترح أن نفكك هذه المشكلة إلى بعض حلول أو منهجيات، وهي تخص الإعلام أولا، العقد الاجتماعي ثانيا، إطلاق المساجين ثالثا، وممارسة العنف لبعض التيارات السياسية رابعا. وإن شاء الله يكون عندي الوقت الكافي لطرح هذه الأربع مسائل. بالنسبة للإعلام، الإعلام ما حدث البارح من تعنيف لرجال الإعلام يؤسفنا، واليوم أكثر وقت نطالب الحكومة بالإسراع لإيجاد آليات لحماية رجال الأمن، فلا بد من تفعيل السلطة الرابعة لإعطائها الأولوية باعتبارها الشريك الأول في سبب الأمن والاستقرار بالبلاد. وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة مراجعة مرسوم 116 الصادر في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، وتشريك جميع أطراف المهنية المعنية، ولما لا إدماج قطاع الإعلام الكتابي المكتوب عفوا في هذا المرسوم، ونقترح استشارة وطنية عاجلة للنظر في هذا الموضوع بما هو على أهمية قصوى، حتى يتمكن الإعلاميون من أداء رسالتهم في أحسن الظروف. ثانيا، فيما يخص إطلاق سراح بعض المساجين، نتساءل عن مدى تطبيق التناصف بين الجنسين والمعايير التي اعتمدت، معناها أكيد أن هناك معايير، فهل هناك إمكانية أن تكون شفافية لهذه المعايير؟ وهل فكرت الحكومة، وهذا مهم جدا بصفة جدية، في مسألة اندماج المساجين في المجتمع عند خروجهم، وهي مسألة أعتبرها أساسية وملحة. وفيما يخص التيار العقد السياسي، العقد الاجتماعي عفوا، حكيوا عليه الأخوات البارح، فالنقطة الرابعة وهي ما نلاحظ من ظواهر العنف التي جاءت، ولا هناك تجاوزات لبعض التيارات السياسية، ولا الحكومة القديمة ولا الحالية وقفت وقف حزم أمام هذه الظاهرة، وإحنا نشوف وسائل الإعلام عاملة منها فزاعة على المدى العالمي، وهذا يهرب المستثمرين الأجنبيين ويهرب السياح، وتركب المناخ التضامني الدولي لتونس. وهذا نحن نطالب بمعالجة هذا الأمر، وشكراً.